قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله قلبي قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله الموسيقى الصوفية أو عالم التصوف هو عالم جميل، عالم يستهويني منذ سنوات. اشتغلت على كثير من المشاريع في هذا الكون الموسيقي إن صح التعبير، وكنت صوت المشروع دائما. اليوم هذا المشروع أنا تصورت فكرته لأنه يعني مواكبة للأحداث وما صاير في فرنسا وفي العالم، لقيت نفسي أنه مواكبة لما صار في فرنسا وفي العالم، لقيت أنه أنا في موقف حرج، أنه أنا في فرنسا نقدر نكون أنا نفسي ضحية للعمليات الإرهابية، لكن من جهة أخرى لأني عربية ومسلمة نلقى روحي لازمني نبرر لماذا يقتلون باسم الله. والله اللي أنا نعرفه لا نقتلوا باسم الله، بس اللي أنا نعرفه ما هوش إسلام، هو إسلام محبة. وحبيت نضع هذا من خلال التصوف، وكان المشروع اللي اقترحته على موسيقي عايش في جيفة فضل عفور، والتحق بالمشروع التحق بالفكرة وبالنداء، نداء الأخوية، وأيضا أجات بيولاس اللي هي فرنسية. تلاقينا الثلاثة حول الله، حول محبة الله، حول صوت يجمعنا وطريق يجمعنا دائما، العشق، عشق العشق، عشق الله في الله. هذا هو في قلب المتصوف، وما في قلب المتصوف غير المحبة. واجمع همومك فيه، واجمع همومك فيه، واجمع همومك فيه، دفى به عن غير مشروع في قلب المتصوف. لما عرضته علي أبي النصراوي وافقت مباشرة، لأنه مشروع خاص جدا وهام جدا، خاصة في الوضع الحالي اللي موجود عليه العالم بصفة عامة، وحابين احنا نوصلوا رسالة، وحتى هي دعوة للشعوب الكل أنهم يتحابوا، أنهم يتوافقوا على المبدأ الوحيد هو المحبة وحب الله. المشروع الموسيقي حاولناه يكون خاص، لأنه القوالب القديمة حاولنا نبعد عليها، لأنه التصوف يعني في كل بلاد وكل المشروع يتعمل في التصوف إلا ويكون فيه طابع تقليدي رصين وثقيل. في المشروع هذا حبينا أن نخليه يعني مجال للارتجال اللي مش موجود بكثرة في التصوف،
ثم حاولنا نوافقه بين موسيقات وثقافات مختلفة. بما أنه المشروع هذا فيه يعني كوغال يعني مجموعة صوتية فرنسية، الطابع اللي حبينا نضيفوه للمشروع أنه يكون نص نص يعني التصوف في الغرب، في مفهومه في الغرب ومفهومه في الشرق والغرب، المغرب يعني بلاد المغرب في تونس والمغرب والجزائر والبلدان العربية الأخرى. والمشروع علاش؟ لأنه خاص، لأنه فيه بحث، فيه بحث يعني أنا ساهمت بجانب كبير من التوزيع الموسيقي، لأن أنا نلحن ونوزع، وجبنا يعني آلة البيانو اللي دخلناها ومع الكورال والإيقاع والعود، يعني أصناف يعني نوعين مختلفين من العود وصوت عبير. هو المجموعة هذه كلها حاولنا يعني نقدم شيء ما تسمعش من قبل، وحتى في العرض نفسه فيه اختلاف، يعني فيه مجال الارتجال، فيه مقاطع يعني واضحة مرسومة إيقاعية، فيه توزيع موسيقي جديد، ولهذا حبيناه يعني مشروع شامل. وإن شاء الله نكون وفقنا في المشروع، وفي المستقبل إن شاء الله مازلنا نحسنه أكثر، وإن شاء الله بالتوفيق لكل من يحاول أنه يجدد في الموسيقى. الموسيقى الصوفية في الوقت الحالي، في الوضع الحالي، يعني بالعكس هي يعني ماخذت أهمية أكثر من قبل، لأنه العالم في الوقت الحالي ربما يعني فيه مبالغة لما نقول يتخبط، لكن فيه يعني تصادم، مش عارف منين جاي التصادم، لأنه ما كانش موجود من قبل. التصادم هذا بين الثقافات، بين الأديان، بين الانتماءات، وهذا يعني يخلي الناس يعني تتفرق على بعضها. لكن الموسيقى الصوفية هي اللي تجمع الروحانيات وتخلي الناس يعني تفكر أنها قبل كل شيء تفكر في النقاط اللي تلتقي فيها قبل أن تفكر في نقاط الاختلاف. واكشف الهم
يا لطيف يا لطيف.